عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير. اليوم جبت لكم واحد الفيديو جديد، كنتمنى يعجبكم. غادي نصوب لكم معاكم البطاطا في الفران، كتجي رائعه وزوينه ومقرمشه. ترفقيها مع الحوت، مع الطاجين، مع اي حاجه. المهم غادي عندي هنايا البطاطا، دينا ستة البطاطات صغار. المهم على حسب الافراد ديال العائله ديالك تقدري ديري بزاف. المهم عندي هنا ستة البطاطات، غادي نقيهم. بسم الله. هاد البطاطا صراحه كتجي زوينه في الفران، احسن من الزيت وصحيه. قشرت البطاطا ديالي، دابا غادي غسلتها مزيان. دابا غادي نقطعوها، ماشي رقيقه بزاف. ماما غادي نوريكم الشكل. البطاطا كنقسموها على ثلاثة، نص بطاطا كنقسموها على ثلاثة بهذا الشكل. اللي صغيره كنقسموها على جوج بحال هذه، نقسموها على جوج. بحال هكا هنايا درت الكسرون، درت فيها الماء، غنزيد عليه شويه الملح بحال هكا، وغادي نرميو البطاطا ديالنا. طيب غير نص طيبه، ماشي بزاف، ماشي حتى تدخل فيها الفرشيطه هكا وحيدوها، حيت الفران ما كطيبش البطاطا مزيان. نخليوها في الماء غير شويه، غير تبدا تغلي شويه ونطفيو عليها. غادي نخليوها دابا تغلي شويه ونكمل الطريقه. المهم خليت البطاطا ديالي تطابت شويه وحيدتها، نص طيبه، طيبهش بزاف. دابا عندي هنايا جوج فصوص ديال الثومه حكيتهم، عندي شويه ديال الزيت البلديه، عندي هنايا العطريه، عندي الكمون والتحميره، شويه ديال الخرقوب والزعتر. غادي نديرو الثومه، غادي نسموها غير بالزعتر، كتكون فيه واحد الريحه زوينه. غادي نديرو الزيت البلديه،
باش نخلطوا هاد العطريه اللي تخلط معانا باش تلصق في البطاطا. نحاولوا غير بشويه ندخلوا العطريه للبطاطا، غادي نجيبو واحد المول اللي كيدخل الفران، غادي نحاولو نديرو البطاطا ديالنا فيه. نحاولو نوزعوها، كل قطعة ديال البطاطا تكون بوحدها باش يدخلها الطياب وتحمر. راه ما كنزيدو لا زيت لا حتى شي حاجه، غير ديك الزيت البلديه اللي درنا ليها باش تنسم شويه وصافي. حاولوا نفرقوا البطاطا بهذا الشكل، دابا غادي نمشيو ندخلوها للفران اللي سخنا من قبل، غادي نخليوها ونقصو ليه شويه ونخليوها تحمر. المهم البنات، هي البطاطا ديالي بعد ما طابت وحيدتها من الفران كتجي على هذا الشكل، كتجي بنينه وزوينه وريحه الزعتر زوينه. كنتمنى انها تعجبكم وتجربوها، راه غادي تعجبكم، راه كتجي زوينه وطيبه. هي كتجي زوينه بزاف، كنتمنى تجربوها ويعجب لكم ويعجبكم الفيديو. والى اول مره كتشوفي القناه ديالي وعجبك المحتوى، ما تنسينيش من اللايك والاشتراك في القناه مع تفعيل الجرس باش يوصلكم الجديد. كنتمنى لكم التوفيق وبالصحه والراحه حتى الفيديو الجاي ان شاء الله وشي حاجه جديده. والصحه لكم، السلام عليكم، بالصحه والراحه. هي البطاطا ديالي.